من رام العلوم بغير شيخ، من طلب العلم بغير الرجوع إلى العلماء الربانيين والدراسة عليهم. أي نعم، لابد، ما يمكن أن يكون شيخك جوجل أو شيخك واتساب، ما هذا، ما هي طريقة السلف. لابد أن تأتي إلى العلماء وتجالس العلماء الربانيين تدرس عليهم. من رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليه فيها حتى يصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. هذا توم جهل، جهل مركب. حتى قال الحمار، أكرمك الله، حمار توم هذا، قال حمار الحكيم توم، حمار يتحدث، نعم هذا الشاعر يعني يقول: لو أنصف الدهر ما كنت أركب. لو أنصف الدهر، هذا شرك أكبر، نسبة الحادث للدهر، حمار والشرك أكبر وكذا أحسن من توم هذا، لأنه جهل، جهل مركب. لو أنصف الدهر ما كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب.